بيجي زبون مثلا بلاقي المطرح حلو نظيف هيك يطروحن شوي يعني مع كاسة الشاي، هي اهم شيء. تعرف اهلنا واجدادنا قبل كله بيخبز عصاج، يعني خبز عصاج كان. انا كنت صغير براقب يعني امي كيف تخبز، تعمل المحمره مع البصل طبعا مو هلا مثل هلا، براقبها. ظلت الفكره مخي يعني، حاولت كثير انه اخبز واعجن لما صغري شوي، فكان عندي خربطه، كان عندي خربطه لحد ما وصلت لهي هاي اليوم. اشتغلنا بمحل، وهذا المحل تطور، تطورت المصلحه اكثر، تطور صار عندي حركه اخف يعني، صرت اتقن الشغل. مستهدف هذا المطرح يعني هو طريق للمعاصر، يعني في يعني عجقة سير وإلى آخره، فالحمد لله ماشي الحال، في إقبال حاليا. بالنسبة للزراعات والرسومات هي هواية، وهي يعني تزيين للمكان يعني ليكون يعني أكثر إقبال. مثلا بجي الصبح أنا مثلا بلش بعد ما أعجن وخلص، بحبك بخل زهرات بسقيهن، خاصة عندي يعني ريحانة هاي بحبها كثير انا، بحطها على الطاوله. بيجي زبون مثلا بلاقي المطرح حلو نظيف هيك يطروحن شوي يعني مع كاسة الشاي، هي اهم شيء. هون بقدم مناقيش، مناقيش يعني عباره عن 3 انواع مناقيش، محمره، جبنه، زعتر، بعتمد عليها يعني، ما عندي اي وسيله ثانيه طالع فيها قوت يومي الا من هي البسطه البسيطه اللي مثل ما شايفين. قلت لك انه الشغل عند الناس يعني صعب شوي، انه ليش تاخرت وليش وما الى اخره، فاضطريت انه افتح هاي المصلحه وروح واجي على راحتي يعني، ما حدا يقول لي وين رايح وين جاي. هلا بالنسبه للشباب في كثير يعني نسبه 85% يعني الشباب عاطلين عن العمل، يعني ما عندهم قدره يحركوا شيء. سابقا انا كمان كنت هيك يعني، كنت ما عندي قدر اشتغل على شيء يعني، ما كنت اشتغل شيء، الشغله اللي بشتغلها يعني بستصعبها جدا. سبحان الله فاجت بهي بالي هاي الفكره انه افتح لحالي اشتغل لحالي، الحمد لله يعني متعيش منها. وبنصح كل شاب يعني عاطل عن العمل بشكل يعني تام انه يحاول يسعى وما ينتكل على حدا ثاني، ينتكل على نفسه يعني، وخاصة إذا كان يعني شاب بأول عمره قدامه يعني مستقبل لازم يسعى له. طب